العدس، هقول لكم المقادير والطريقة ازاي. بصوا يا شباب، اللي ما عملتش شوربة العدس تركز. ها تمام، معايا نص كيلو من العدس الأصفر المغسول ومتصفي. تمام، بنصحكم دايما البقول تجيبوها، بلاش نجيبها سايبة من عند العطار، لا هاتوها مغلفة ومدون عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء، بتفرق جدا ومبتبقاش فيها حصى ولا محتاجين ننقيها ولا أي حاجة. فأنا معايا العدس الأصفر المغسول ومتصفي. تمام، هحتاج ايه؟ نص كيلو. تمام، هحتاج ايه بقى معاه؟ هحتاج طبعا شعريه، محتاجه كوبايه شعريه، دي هحمرها كده لوحدها. تمام، لسه عارفه ان في ناس ما بتحمرش الشعريه، لكن احنا بصراحه الاسره عندنا كلنا بنحمر الشعريه. فمعايا كوبايه شعريه بنحمرها. تمام، معايا ربع كيلو جزر، بصل متقطع مكعبات، تقريبا بصلتين حلوين كده وسط. معايا طماطميتين برضو وسط، خمس فصوص من الثوم، بصلايه مفرومه، دي بصلايه مفرومه عشان نحمرها زي الكشري كده، لو تحبوا تحطوها على العدس من فوق بس يعني مش هنعملها. ملح وفلفل وكمون وبطاطس متقطعه بقى مكعبات او نصين اي حاجه. في حله بقى على النار هنقوم حاطين الكلام ده كله مع الميه علشان كل الحاجات دي تستوي. تمام، فانا هعمل ايه؟ عايزه اجيب ميه، مفيش هنا عندي ميه سخنه. تمام، حط هنا كده ميه، والمية الحلوة دي تغلي، وبنحط العدس. تمام، هو العدس ناشف كده، قافش كده ليه؟ عشان كان مبلول. اه تمام اهو، يلا يا عدس، اهو العدس خلاص، هنحط العدس كده عشان بقى يستوي، ومعاه البطاطس والطماطم والبصل والجزر، تحطهم متقطعين مكعبات كده او تحطهم سلام يعني متنظفين وسلام، والفصوص الثوم. تمام، وبنسيبهم كده يغلوا ويغلوا ويغلوا ويعيشوا حياتهم خالص، لغايه لما نلاقي كل المكونات دي استوت، العدس استوى والبطاطس والبصل وكله كله تمام. بعد كده لما بيستووا بقى بيبقوا عاملين بقى زي اللي انا محضرهم لكم هنا دول. انا عايزه ايه؟ ابدل الحلل عشان اوريكم الشكل اهو كده اهو اهو. بصوا بقى لما بيفضلوا يغلوا بيبقى شكلهم عامل ازاي. بصوا، وريحة العدس بقى خيالية. بصوا العدس ايه يعني، اتهرى، والجزر والبصل والبطاطس. لو عندك هاند بلندر زي اللي انا هطلعه دلوقتي الحلو ده اهو، من وهي على النار كده هنفرمه. لو ما عندكيش يبقى استخدمي الخلاط، هنحط الحاجات دي في الخلاط واحده واحده طبعا عشان هتبقى سخنه، وايه نفرمها نخليها ناعمه تماما خالص زي الشوربه. ده اللي انا هعمله حالا بالهاند بلندر دلوقتي. اتاكد بس ان كله ايه اتضرب كويس، ان شاء الله يكون كله اتضرب كويس. اتاكد كده بالكبشه، ايوه يا عيني اهو، بس لسه فيها حتت برضو، حتت طماطم ما اتضربتش برضو كده اهو.
هديها ضربتين كمان معاكم دلوقتي، وبعدين معايا الحلة الصغيرة دي هسخنها سنة صغيرة علشان نحمر الشعرية. انا هسخنها عقبال ما ايه نكمل فرم هنا. شكرا يا عدس، انا عايزه اجيب له بس الغطا كده واغطيه عشان بس بايه ما لغوصش الدنيا. الحله دي هنا كده اول ما تسخن احنا ممكن نشيل دي بقى ورا عشان بعد البرنامج نبقى نسويها هي كمان. هنا كده هنحط شويه زيت ونحمر الشعريه كده وخلاص. انا هطفي النار على العدس. بس كده يا عدس احنا بنشكرك قوي 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 بصراحه، وريحتك حلوه وخطير. هنحط بقى هنا الشعريه وهفضل اقلب فيها لغايه لما ايه تتلون كده تاخد لون ظريف. والعدس خلاص انا زي ما قلت لكم طفيت عليه. يجنن حلاوتك يا عدس يا عظيم يا عظيم عظيم. يلا يا شعرية. طبعا انا بقى العدس بقى بعد ما اتضرب كده نبتدي بقى نحط له بقى ملح وفلفل وتدوقيه بقى وتطمني ان هو بقى ايه ملحه مظبوط والدنيا زي الفل معايا، يعني مش محتاج اي حاجة. بس كده حطيت له ملح وفلفل ومية مية. هحمر بس الشعرية تاخد لون خفيف واقوم على طول حطها ايه فوق العدس هنا ونبتدي نقدمه بقى في طبق ظريف ومعنا شوية عيش محمص بقى، عيش بلدي عيش لبناني. الحقيقة هم فاجئوني هنا قالوا لي احنا عندنا توست بدل ما يترمي يا استاذة، قلنا لهم لا يبقى قطعوه مكعبات وياخد له تحميشة كده في الفرن. فاحنا محضرينه في طبق حلو كده كام قطعة توست كده متحروشة هنحطه على وش شوربة العدس من فوق عشان حرام ما نرميهوش. احنا عندنا بواقي اي حاجة كده وقربت تبوظ ممكن الواحد ايه يستغلها. الشعرية وسبناها تغلي معاها كده بس دقيقتين وخلاص شوربة العدس الظريفة جاهزة. عايزة بس كده انضف الطبق ويلا نخش بقى على ايه بودرة السحلب. سهلة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم وتجربوها كده. اهو ناخد طبق العدس ده هنا ونحط شوية من العيش المحمص الظريف ده كده من فوق مع رشة بقدونس خفيفة كده. وبالهنا والشفا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. دلوقتي بقى هقول لكم مقادير بودره السحلب. مقاديرها بسيطه جدا وسهله قوي ما فيهاش ابدا اي حاجه.